هيدي الباندان بتكون مزيج من الحليب والسرة تعون البيبي. أنا كنت أول وحدة بلبنان يعني اللي عملتها لأنه مش موجودة بعد بلبنان كانت. بخلال كل شيء في ستاديز عملتها أنا لحتى أشوف شو ممكن أنا شو عم بقدم لأولادي، فجأة لقيت أنه الحليب بينعمل مجوهرات، فأخذت هيدا التب بحد يعني بشكل خاص وخضت فيها، يعني فتت ديبلي فيها لحتى أعرف كيف بدأت تنعمل مجوهرات. عرفت أنه برا موجودة هيدا الفكرة وحبيت أنا أني كمل فيها وجربت ونجحت الحمد لله. بلشت بالصفحة، كنا أول كورونا واستغليت موضوع كورونا بالبيت وطورت الأفكار لحتى صار عندي كل هيدول الأشياء. تجي الأم بتعطيني لنقول 45 ملي من الحليب السائل، أنا بعملها إياه على ثلاث دفعات، يعني بشتغلها إياه على ثلاث دفعات. أول فايز بعملها إياه كوك، بشيل منها كل البكتيريا للحليب، برجع بنشفه، برجع بصير على هيدا الشكل. هيدا هو الحليب هيك جاي باودر، بصير جاهز لحتى أنت تشتغلي فيه وتحطيه مثلاً على هيدا الباندان. بصير نحط على هيدا الطريقة وبتركزي بتحطي فوقه دواء وبيتنشف، بعدين بصير بلاسمة جورية. فيني أعمل سنسنان بعد، مش عاملة أكيد، ما مجربة لأ، ما في حدا بعد استرجع يعني بس فيني أعمل من السنين. وفي كمان سرة البيبي ما حكينا عنها يلي هي مهمة جدا وكتير عم ينطلب مني، هيدا الباندان مثلا، هيدا من شعرة البيبي أوكي، ومن الأمبليكال كورد يلي هي محطوطة على هيدا الشكل كمان، وهون كمان أمبليكال كورد محطوطة بقلب شكل قلب، كلها حليب ومن حواليها في الأمبليكال كورد. فينا نقول أكيد بوزيتيف، لأنه تخيلي أنت عم تعطي شيء منك DNA، يعني DNA عم تحتفظي فيه بدك تعطيه لابنك أو أنت تلبسيه، يعني إن كان شعرة البيبي إن كان حليب البيبي، عرفتي كيف؟ فهذا الشيء كتير حلو، يعني لما تحس فيها الأم أنه أنا هذا الشيء، هيدا الفكرة أنه أنا عم باخد حليب أم عم بشتغل لها وقدم لها الفكرة أو الجولري اللي هي حاببتها وتنبسط فيها بالأخير، تقول لي على الفينشينج واو أنا ما كنت عارفة هيك حيطلع لي هيدا البيس الحلوة يعني.